الأفلام كانت علامات في حياتي، يعني باب الشمس كان حاجة بالنسبة لي مهمة جدا، العوامل كتيرة قوي يعني، كانت تحدي وحاجة مش سهلة يعني، لا كنت بعملها في مصر يعني، كل تنفيذ الملابس كان خارج مصر، في سوريا تحديدا تم التنفيذ، زائد ان انا بتعامل مع التراث الفلسطيني، وده اللي يعرف عن الفلسطينيين انهم معتدين جدا بهويتهم، بيحاولوا يحافظوا على التراث ده. طبيعه الفيلم خلتني، هما تلوينهم جامد قوي في اللبس، وده انا فحبته من الديزاينات علشان يبقى التأثير بتاع الدراما أقوى على المتفرج. فكان في حاجات كتيرة محسساني إن أنا مش يعني خايفة، بس كنت سعيدة جدا من الأوتكم يعني، من وصلت يعني لما الفيلم اتعرض، ردود الأفعال بتاع الفلسطينيين كتير حواليا، فده كان حاجة مهمة جدا من الأعمال اللي اشتغلت فيها. وطبعا أي أعمال فيها حاجات تاريخي بتبقى علامة برضه بالنسبة لي، لأنه في التحدي دايما ازاي اتناول ده وأقربه للناس، محسسهمش باضطراب. الأزياء اللي مش حياتنا اليومية لو ما تعاملتيش معاها يعني على سبيل المثال الفرعون، انك ازاي ما يبقاش متخشب، ما يبقاش ازاي معوق للممثل، فده كله بيقربه، ده كله بيخلي المتفرج ينسى خالص ان ازاي ده مش حياته يعني، وانه حاجة، ويبتدي يتفاعل مع البني ادمين دول كبشر قريبين لي. فده برضو واجمالا اي حاجات فيها حتت بتاعت ريكرييشن تاريخي بستمتع جدا بيها، بحسها انه التاريخي اصلا مش انك تنقل بصراحة يعني، التاريخي انك تحسي بالحدوتة اللي انت يعني السيناريو بيحكيها، وتشوفي ازاي تطوعي الحاجات دي وتخديها لمصلحة السرد بتاع، وده مش دايما اللي بيتعمل، بس ده اللي انا دايما عيني عليه، وعشان كده دايما بقول مش دوري كمصممة أزياء سينما أو مسرح إني أقرخ في الفترات، اللي عايز يقرخ يروح متاحف ياخد الريبرودكشن الريكرييشن للحاجات، القطع المتحفية، أنا إني أخد الفريم الواسع جدا بتاع اللي بيقول لي ده الزمن ده، وينقل المتفرج إن ده الزمن ده، وأطوعه لمصلحة الحدوتة. ده اجمالا شغلي مع يوسف شاهين كان بالنسبه لي اكيد هو ده اللي اتعرفت من خلاله كحد بيصمم ازياء، والمهنه بتاعتي كتصميم ازياء بتهيألي مديونه ليوسف شاهين، لانه صدفة انه اختارني انا يعني، كان ممكن يبقى اي حد تاني اللي بيعمل ازياء، بس انه ازاي لفت النظر لاهمية الجزئية دي صورة في السينما، وده اللي بنى حاجة لمصلحة المهنة بتاعتي.